عالم الاثار اليهودي نيلسون جلوريك بيقول تصريح انه لم يحدث اكتشاف اثري واحد ناقض ما جاء في الكتاب المقدس وبعد كده بيكمل وبيقول ان التاريخ الكتابي صحيح تماما بدرجه مذهله كما تشيد بذلك الحفريات والاثار عالم اثار تاني اسمه ويليام اولبرايت العالم ده بيقول وده واحد من اعظم علماء الحفريات أنه لا شك أن علم الآثار القديمة قد أكد صحة تاريخ العهد القديم قد, انهم... قد انهدمت الشكوك التي قامت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في الكتاب المقدس فقد أثبتت الاكتشافات الواحد بعد الآخر دقة التفاصيل الكثيرة التي تؤكد قيمة الكتاب المقدس كمرجع تاريخي في أستاذ ثاني اسمه رولي إن الاستاذ الاستاذ ده عالم اثار بيقول ان موافقه علماء الاثار على صحه التاريخ الكتابي لو التاريخ كتاب الكتاب المقدس لا ترجع الى توفر النظره المحافظه عند العلماء المعاصرين بل الى كثره الادله التي بين ايديهم على صحه الكتاب المقدس الكلام ده كله موجود في كتاب برهان يتطلب قرار لجوش ماكدويل صفحه 89 موضوع بحث النهارده ان اناقش كل الادعاءات بتاعه العلماء دي هل الناس دي كلامها مظبوط ولا دي كلها مجرد ادعاءات؟ <متحدث> بيتر يوسف اهلا بيك اهلا بك يوسف هناك اه ادعاءات من المسيحيين ان علم الاثار وعلم الحفريات هو في صفهم وهو خير دليل على صدق اقوال الكتاب المقدس ما مدى صحه هذا الادعاء؟ سؤال جميل محتاج اجابه عايز اقول لك انه الكتاب المقدس هو اكتر كتاب تم نقده تاريخيا ومن جهه الاثار يعني ايه يعني تم امتحان الكتاب المقدس الكلام اللي قاله عن مواقع جغرافيه او تاريخيه او سياسيه او حاجات خاصه بالعلوم أسماء, اسماء ملوك كل أسماء حاجة. شعوب حضارات ثقافات لانه ذكر حاجات كتير قوي قوي, قوي. مليان. تم امتحانه والاجابه طلعت بيرفكت. ناجح جدا. مش بس كده موثوق فيه قوي 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 قوي. طيب عرفنا منين الكلام ده؟ تعالى اقول لك كم حاجه بسيطه. مم. واحد الكتاب المقدس هو السجل الوحيد اللي متبقي لنا كبشر اللي بيسجل لنا الانساب والانسال من اول نبي الله ادم لحد نبي الله نوح. ما عندناش سجل تاريخي موثوق فيه زي الكتاب المقدس ما عندناش هو الوثيقه التاريخيه الوحيده اللي بتوثق لنا الفتره دي وده موجود في كتاب التكوين الاصحاح او الجزء 10 10 و11 تقريبا 10 اكتر مم. تمام الحاجه الثانيه هو السجل التاريخي الوحيد مم. المتصل لفتره خمس قرون متتاليه 500 سنه ورا بعضها من حياه الشعوب والأمم اللي هي اسمها عندنا هنا كتب صمويل الأول والثاني ملوك الأول والثاني أخبار الأيام الأولى والثانية الست كتب دول اللي جزء من الوحي المقدس بيمثلوا خمس قرون 500 سنة متتالية من سرد الأحداث التاريخية اللي ليها علاقة بالملوك بتوع شعب ربنا اليهود او بملوك تانية حواليهم كانوا بيتعاملوا مع الملوك اليهود ما عندناش وثيقة بالدقة دي في الحقبة دي بالتسلسل ده والتتالي ده والمصداقية دي طبعا كل ده رجعوا له تاني وكل ده دققوا فيه وفحصوا فيه العلماء عشان يشوفوا ما مدى صحة هذا السجل مش فحصوا فيه يوسف عصروه دققوا في كل كلمة مم. خدوا سنين عشان يتأكدوا من صحة الكلام ده مم. أوكي. طيب ايه كمان؟ كمان طول ما احنا لسه في في العهد القديم مثلا قصه شهيره زي سقوط اسوار اريحه كويس اريحه دي مدينه في فلسطين السور بتاعها وقع لما كان ربنا عايز يخلي الشعب يدخل مدينه اريحه شعبه بقياده نبيه يشوع ولما الاسوار وقعت ايه اللي حصل؟ اللي كان بيقوله كتاب مقدس والعلماء ما كانوش مقتنعين بيه ان الاسوار لما جت تقع وقعت لجوه ولا لبره؟ الطبيعي انت داخل المدينه السور بيقع ازاي عليك ولا بتقع بيقع لجوه؟ الطبيعي ان بيقع لجوه صح؟ مم. الاسوار الكتاب المقدس قال انها وقعت في مكانها فكان الناس مستغربه ليه وقعت في مكانها؟ ليه؟ يعني لو هي وقعت لجوه ولا هي وقعت لبره؟ برافو, برافو عليك اللي حصل بقى اللي لقوا ايه؟ ان الاسوار ده أسوار دي لقوها وقعت في مكانها فعلا ولو طلعت طلعت شوية برة ما دخلتش جوة ده لقوه كحطام موجودة وتم اكتشاف دوت في سنة 1930 ل 1936 في الست سنين دول الكلام ده أقدر ايه فين؟ الكلام دوت ليه مراجع كتير أشهر مرجع هتلاقي فيه كل حاجة برهان جديد يتطلب قرار ده مرجع شامل جواه هتلاقي الكلام ده وتلاقي كمان المراجع بتاعت الإنجليش بتاعته أوكي. فينفع ترجع ليها وتدور زي ما انت عايز. م. اوكي؟ طيب نروح بقى للعهد الجديد للانجيل. عندنا شخص قالوا عنه المؤرخين م. انه اعظم مؤرخ مسيحي انجيلي يعني ايه؟ شخص اسمه لوقا. آه. اللي دون انجيل المسيح باسمه اللي هو اسمه لوقا، بنسميه انجيل لوقا. مظبوط. افضل شخص تاريخي يوثق احداث عمل ايش لو عمل حاجات كتير قوي بالوحي بالوحي المقدس عمل ايه مثلا سجل لنا 32 اسم لقطر او لدوله و54 مدينه و9 جزر دون اي خطا هقولهم تاني 32 قطر 54 مدينه 9 جزر بدون اي غلطه العلماء عملوا فيهم ايه دول يا جو مسكوا كل العدد ده عصروه يعني ايه خدوه واحدة واحدة وابتدوا يمشوا المدينة دي فين قالها لا دي غلط مش موجودة يقعدوا يدوروا شوية وساعات السنين تمر وناس تموت وناس تعيش وبعد كده تشوفوا ايه اكتشفنا المدينة فالكونكلوجن انه الراجل ذكر كل ده بدقة متناهية وطلع كله صح برضو الكلام ده اقدر إيه في نفس الكتاب وراه في نفس الكتاب وهتلاقيه وهتلاقي بيعمل لك بالظبط ريفرنسز <applause> لحاجات تانية مثلاً طلعت فكره بتقول ايه؟ الاكتتاب، ايه الاكتتاب؟ انه لوقا ذكر بالوحي انه آه حصل الاكتتاب راح اكتتب بالظبط، اكتتاب يعني زي الاحصاء دلوقتي. كل واحد يرجع مدينته عشان هيعمل احصاء للشعب، هنعد الشعب والكلام ده كله. الناس قالت ايه؟ ما كانش اصلا معروف زمن الاكتتاب ده، الاحصاء ده حاجه حديثه عن زمن لوقا. اكتشفوا ايه بقى؟ اكتشفوا من وقت قريب انه من قريب يعني 50 60 سنه فاتت قريب اكتشفوا انه كان في اكتتاب في كل الدولة او في كل الامبراطورية الرومانية اللي كان موجود فيها لوقا وما كان موجود فيها السيد المسيح والاكتتاب اللي حصل وقت السيد المسيح ده اكتتاب حقيقي وكان بيحصل في فلسطين وكان بيحصل في وثيقة اتلقت ولا كان عبارة كانت وثيقة اتلقت كان بيحصل في فلسطين ومصر وفي بلاد الغال في حتت كتيرة قوي 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 مثلا هقول لك حاجة تانية المكان اللي اتحاكم فيه السيد المسيح اللي كان بيسميه الانجيل البلاط مكان محاكمة السيد المسيح مذكور في إنجيل المسيح اللي كتبه البشير لوقا الجزء 19 والآية 13 كان يقول مفيش حاجة اسمها كده كلمة دي مش موجودة أصلا كلمة دي جديدة لقا جابها منين دي كلمة غلط ما كانتش موجودة اكتشفوا من وقت قريب أنه وثيقة بتقول نفس الكلام ده المكان محاكمة السيد المسيح كان اسمه البلاط واكتشفوا أماكن كتيرة تانية في ممالك كتيرة حواليهم كان بيتقال بنفس الكلمة البلاط الملكي م. اقول لك تاني انا يعني قريت انه حتى الوثيقه اللي كتبها بيلاطس بي... اللي هو الحكم الاعدام بالصلب على المسيح حتى الورقه دي اتلقت بعدين وموجوده في فرنسا دلوقتي اشكرك بعد المتاحف الورقه دي, دي اتلقت هقول الحكم حاجة تانية. نفسه بتاع الصلب الحكم نفسه بتاع الصلب اتلقى انا هقول لك حاجه كمان تاني موضوع القبر لما السيد المسيح اتصلب ومات واتدفن وحطوا على القبر اختام صح اه طلع الدعاء بيقول ايه يعرفوا منين الرومان الاختام ما كانتش موجودة أصلا، ولا حد يعرفها، ولا حد سمع عنها. تم اكتشاف إنه في الأختام دي كانت معروفة، وكانت موجودة في الإمبراطورية الرومانية، واكتشفوا بقى اكتشاف مذهل تاني، إنه الحكم بتاع الشخص اللي يعبث بالقبور إيه؟ كانوا الموت، الأكل فلو أنت عبست بالقبور تموت، وعشان كده ده يوضح لنا ليه اليهود مذكور عندنا في الانجيل وفي كتاب الاعمال، ليه اليهود كانوا قاصدين يقولوا ان التلاميذ السيد المسيح اتباعه سرقوا الجثه، عارف ليه؟ عشان يصدروهم للموت. هما كمان. بالظبط، عشان يتحكموا عليهم يتحكم عليهم حكم رومين سفر الاعمال ده اللي كتبه لوقا برضه المؤرخ. نفس القصه مم. احنا مع لوقا. ففي امور كتيره قوي 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 اكتشفناها بتاكد نفس الفكره دي، اخر حاجه هختم بيها. العملات. اللي هي الدينار اللي هو الجزيه 30 من الفضه ده مذكور في الانجيل فلس الامراه الثلاثه دول مذكورين في الانجيل. اه باسمائهم العملات دينار آه. الجزيه فلس الامراه 30 من الفضه. تم اكتشاف وثائق مش وثيقه واحده وثائق بتقول انه العملات دي فعلا كانت موجوده الدينار ده كان فعلا اجره عامل في اليوم في الوقت بتاع السيد المسيح، فلس الامراه كانوا موجودين مم. كانت أقل قيمة ممكن أي حد ياخدها أو يتعامل بيها في الوقت ده التلاتين من الفضة اكتشفوهم ولقوه عندنا مش عشرات الاكتشافات مئات الاكتشافات الأثرية اللي بتؤكد صحة الكتاب المقدس التوراة كتاب المقدس الإنجيل بس الفكرة في ايه أنت ورايح تبص أنت وداخل تسأل داخل بقى أنا هنا الدارة. لو داخل من الدارة إن أنا عايز أهدم غالبا مش هتشوف حاجه لو دخلت بنضاره الباحث اللي عايز يستقي الحقيقه يعرف بجد فعلا الحقيقه فين عايز يستقصى هيعرف يوصل لانه مش بس الكتاب المقدس الاثار بتساعده والتاريخ بيساعده او بيسنده او بيأيده لا الكتاب المقدس نفسه هو اللي بيسند التاريخ بيسند التاريخ ازاي هو المرجعيه للتاريخ مفيش مرجعيه للتاريخ في بعض اموره الا كتاب المقدس زي الامثله اللي قلناها بتاعه الانساب والانسال دي النقطه اللي انت ابتديت بيها كلامك بالظبط بيتر انا بشكرك جدا شكرا, شكرا ليك. شكرا ليك على الاجابه الجميله دي ميرسي يا دكتور شكرا دكتور داود رياض اهلا بيك اهلا بيك دكتور يوسف انا دلوقتي بنتقل لموضوع مهم وهو بيتعلق بعلم الاثار وعلم الحفريات المسيحيون بيدعون ان علم الاثار والحفريات هو من اكبر الادله اللي بتؤيد صحه الكتاب المقدس هل حضرتك مع الادعاء ده ام مش معي. هو مش ادعاء هو الحقيقه خلينا نأخذ الموضوع في حاجات كان مش عم عندناش ليها اثبات بس كمان ما كانش في حاجه ضد لكن في علماء كرسوا حياتهم ان هم يدوروا على كل حاجه فانا هاخد بعض الامثله يعني بقدر ما يعني يتيسر بقدر الامكان عشان خاطر الوقت بس هحاول اخد اهم الامثله هو وطبعا اول امثله ان سفر التكوين والقصه بتاعه سفر التكوين اتكتبت امتى وما كانش في كتابه وقت موسى ولكن طلع انه في شريعه حمورابي 2000 قبل الميلاد يعني على الاقل ثلاث قرون قبل موسى فيبقى كتابه الاسفار موجوده كان موسى في وقته كتابة. الله تعلم اللي... في مصر فكانت آه. تمام مم. وفي حفريات كتير بقى اكتشفت اكدت هذا الكلام تمام فيبقى المخطوطه وكمان الاثر لكن انا هنتقل لواحده من أصعب الإثباتات، هي الحقيقة جوش مكدول في كتابه برهان يتطلب قراراً آه واخدها كده على السريع. مم. ومعظم الناس بتاخدها على السريع، بس أنا قلت لا دي من ضمن الحاجات الثقيلة قوي هي فكرة مم. أسوار أريحة آه ما كانش عندنا إجابة لغاية القرن العشرين. آه هي هي كده يلفوا حوالين الأسوار مرة وكل يوم مرة وسبع يوم لفوا سبع لفات ووقعت الأسوار, الأسوار وكتاب بيقول إنها وقعت في مكانها. في عالم اسمه جارل ستانج راجل بتاع حفريات ابتد... جارل ستانج جارل ستانج ده ابتدى يروح أريحة ويدور على يحفر حواليها فهو في أريحة حاليا وفي أورشليم طبعا القدس أو أورشليم موجودة في مكانها ما تغيرش كتير لكن أريحة دي بلد صغيرة فهو الحقيقة راح ودور حوالين البلد لمدة قعد يحفر ثلاث سنين وأخيراً بعد ثلاث سنين ما لقاش في البلد لكن لقى زي كيرف أو يعني أسوار نازلة في مكانها زي كيرف. فابتدى يدور فاكتشف إنه الدايرة اللي كانت موجودة الأسوار حوالين مكان أقدم البلد اتغير مكانها شوية يعني البلد الحالية مكانها كده الثانية كان نلاقي إنه جزء من من السور هنا وجزء من السور هنا فابتدى يدور حوالين الاسوار تمام وابتدى يدور على ايه الدايره القديمه وبعدين اطلس اوكسفورد سجل الكلام ده قعد يحفر ثلاث سنين تانية ست سنين سنة 1930 بدأ ست سنين بيحفر هو طبعا مع العمال بتوعه والطلبة بتوع, والطلب بتوع الآثار وفي آخر وجدوا أنه فعلا أسوار موجودة وأنا يعني من إعجابي بالموقف ده أنا سجلت الصورة من أكسفورد أطلس بالانجليزي لكن في حاجات عن الحفريات كتير جدا جوش مكدول كتب بس ان الاسوار وقعت في مكانها، طب ايه الاثبات؟ انه مثلا هنا في الصوره نلاقي انه جزء من السور وجزء من السور وده ركن فيه زي سلالم بيطلع عليها اللي رايح يطلع فوق في الركن عشان يحرس. زي برج صغير. كتاب ده اسمه ايه اه الحقيقه انا طبعا الكتاب ده اسمه من يقدر على تحريف كلام الله. أوه. لو كتبت بس داود رياض ودخلت على جوجل هتلاقي النسخة دي والنسخة الأقدم موجودة باسم التوراة والإنجيل كلمة الله المعصومة وانا بكتب طبعا دي من اطلس أكسفورد علشان مش اكتشافي ده اكتشاف من سنه 1980 هل الكتاب بقدر اطلع عليه اونلاين او من على النت؟ اه ممكن اونلاين ترجع للنسخه موجودة النسخه الاول نسخه موجوده اسمها التوراه والانجيل كلمه الله المعصومه في كل حاجه ودي الطبعه الثانيه طب حضرتك مستشهد بحاجات تانية في الكتاب دوت تخص الحفريات او تمام حاجات كتير لا انا اقصد يعني لو في احداث تانية او في وقائع تانية غير في وقائع برضه من الوقائع انا هختار الوقائع الصعبة. آه واحدة من ضمن الحاجات حكاية وقفت الشمس في كبد السماء. اه. وقفت مزوجود. الشمس في كبد السماء آه دي حاجة في منتهى الغرابة. ايه اللي حصل و... طيب في الموقف آه، ده؟ فال... ال... اثناء الحرب كان كل ما يرفع إيد ربنا آه ينتصر الشعب، ي... ي... يتعب، فابتدوا يسندوا له ايديه وفضل رافع ايديه ووقفت الشمس في كبد السماء بمعنى يعني كل ما كان يرفع ايده كانت الشمس ما تغيبش. اه فاللي حصل ان نحو يوم كامل بمعنى عند اليهود كان اليوم بيبقى 12 ساعه من 6 الصبح ل 6 في الليل او بعد الظهر او المغرب يعني ال 12 ساعه دول اسمهم يوم الشمس وقفت في النص كمان 12 يوم طب نعرف 12 ساعه طب نعرف منين ده حقيقي ولا لا الحقيقه حسب اطلس اكسفورد من ضمن الحفريات الغريبه فيها فكره ايه ان هم دوروا على الحفريات اللي موجوده في المكبرده موجوده دي برضو, موجود... برضو قريبه من قصه اريحه نفس الاحداث نفس المنطقه هم في فلسطين قعدوا يعملوا يعني دوروا على الاثار او الحفريات اللي موجوده في فلسطين ويدوروا ايه اللي مع الكتاب المقدس نشكر ربنا ان كل هذه الزمن كل ما بيلاقوا حدث بيلاقوه مطابق للحقيقه وقفت شمسي في كبد السماء طيب عرفوا منين؟ لقوا انه فعلا من ضمن الحفريات الموجوده انه ورق الشجر وهو اثناء النهار بيبقى فيه نمو نهاري اثناء الليل نمو مختلف فلو مسكنا ورقه الشجر وعملنا سيكتور عملنا مقطع فيها الساق الداخليه دي نلاقي ليل نهار ليل نهار نقدر نعرف ورقه الشجر دي قعدت كام يوم على الشجره لغايه ما وقعت دي تبقى باينه ليل نهار ليل نهار على فكره <applause> اللي يروح دير سانت كاترين في صخور مترسبه بشكل النباتات. انا كان عندي منها كنت يا ريتني كنت جبت منها بس الفكره <applause> ان دي موجوده لغايه النهارده الفكره دي بس طبعا موجود ايه ليل نهار ليل نهار منتظم كويس؟ بتتحلل ورقه الشجره وبعدين يحصل ترسيب في الاماكن الطريه اولا ولكن الناشفه بتاخد وقت فبيطلع شكل ورقه الشجره مره ثانيه مع انها على ايه؟ صخر. تمام؟ اه لما لما يبصوا عليها بقى يلاقوا انه عند ال عايزه ميكروسكوب، احنا كنا في الكليه بتاعتنا زمان كنا نعمل كده سيكتور فنطلع بتاع ده بالموس ويطلع نبان قد ايه الـ الـ نعرف ان النمو ده حصل قد ايه، كويس؟ قعدت كام يوم؟ كام يعني كام ليل نهار ليل نهار فنقدر نقعد نعرف الموضوع، فهم اكتشفوا ان بعض الاوراق في المنطقه دي بتاعت الشجر حصل فيها نمو نهاري دبل الايام العاديه وقالوا دي انون فينومينا لغايه ما بتوع الكتاب المقدس قالوا انون فينومينا دي ظاهره اه اه مجهوله لا تعالوا دي موجوده في يشوع تعالوا ادي اه قصه يشوع طلعت مظبوطه اطلس اوكسفورد الحقيقه بيسجل حاجات هايله وبعدين هو ليه ما له وما عليه يعني هم دول علماء اللي بداوا الحاجات دي منهم علماء مؤمنين بكتاب ومنهم علماء ما يفرقش معاهم كتاب بيدوروا على الحقيقه سواء آه. بتوع المخطوطات او بتوع الحفريات بيدوروا على الحقيقه للحاجه. لا انا يهمني هل في حد فيهم قدم حاجه معارضه لما في الكتاب؟ لا نشكر ربنا يعني يعني ما فيش حد اكتشف حاجه كانت معارضه لاي حاجه في الكتاب المقدس؟ لا لا نشكر الله انا عندي 12 حدث انا قلت اثنين منهم بس آه. عندي احداث اخف اعتقد انه دي ممكن يعني الـ 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 نتكلم يعني الموضوع ده وسهلة الفكره مثلا زي مثلا قصه التكوين وازاي موسى والاصفار وفي حاجات مكتوبه بره ومش عارف ايه لغايه ما لقوا تابلت مكتوب عليه الترتيب التاريخي وكذا حاجه تدل على انه القصه الكتابيه اقدم ده لقوه فين؟ ايه اللي لقوه؟ في تابلت نقوش بابليه واشوريه كتابات موجوده على تابلت من تثبت صحة رواية التكوين، يعني هي متطابقة مع الأحداث، فهي بتحكي تاريخ ملهاش دعوة يعني النقوش دي كانت فين مكانها أو لقوها؟ بابل، يعني بابل آه. نقول عليها العراق الحالية، ففي في نقوش بابلية وآشورية الكلام ده صفحة كام؟ بالنسبة لي صفحة 39 في كتابي وبالنسبة لأطلس أكسفورد سهل أن أنت تدور عليها أنها أول قصة موجودة وكمان جوش مكدول عملها أول حدث في الأحداث بتاعته بيتكلم على مش بس التكوين بيتنقل أنه إبراهيم كانوا برضو يقولوا ممكن يكون إبراهيم ما عاش في الوقت ده وكده وبعدين اكتشفوا أنه لا إبراهيم عاش في الوقت ده وأنه إبراهيم وأولاده وأحفاده اتسمت مدن عليها ف ابراهيم شخصيه حقيقيه والمدن اللي اتسمت على يعني هو اتحرك من بلد اسمها اور اور الكلدانيين دي على بدايه نهر دجله والفرات بيبتدوا بدايه واحده وبعدين يتفرعوا الى دجله والفرات البدايه الواحده دي عليها مدينه اور مدينة أور اللي اتحرك منها إبراهيم ومشي زي كيرف لغاية ما دخل مصر وخرج من مصر الخمسة وعشرين سنة دول في آثار وبعدين بقى الآثار اللي عملوها أحفاده لأنه إبراهيم ولغاية ما نوصل لغاية يعقوب وبعدين نوصل لغاية آه ولاد يعقوب إن هم دخلوا مصر أولاً يوسف دي حاجة تاريخية معروفة وإحنا في مصر عندنا الآثار بتاعة يوسف والكتابات والتابلتس الموجودة اللي بتحكي القصة الكاملة بتاعة بني إسرائيل أثناء وجودهم في مصر من أول يوسف وإخواته لغايه ما خرجوا مع موسى بعد حوالي كل ده ليه حفريات وليه اثار موجوده موسط. ليها اثارها وبعدين الحمد لله ان في اثار من دي موجوده من الاثار الفرعونيه المصريه موجود فيها الشعب اللي كان بيعمل بلد اللي اسمها بيثوم وال... وبيعملوا من وفرعون اللي كان بيديهم الاوراق ال... يعني بدل ما يعملوا الطين بس لازم يكون في اعشاب في الوسط او بتاع عشان ينشف بسرعه فمنحها فهم يروحوا يجيبوها كل الاحداث دي موجوده. خلينا سفر التكوين ننقل الى الى بعد كده حتى في الخروج بعد كده في اثار للخروج والقصه الكامله بتاعت ال 40 سنه اللي قضوها في في الصحراء في الصحراء لكن كمان قبل كده لو رجعنا معلش انا قفزت من التكوين الى لكن لو بصينا مثلا على التكوين 11 قبل ابراهيم نلاقي فكره العبادات يعني حسب سفر التكوين كانوا بيلاقوا انه لا برج بابل والناس اتبلبلت السنتهم وضيرت وربنا غير السنتهم وضاعوا وكل واحد بقى ما عرفوش يكملوا المبنى فاتوجدت تابلتس برضو في في بابل بتحكي القصه بتاعتها ف علماء اللغه غير غير التابلتس او غير الاثر حفريات علماء اللغه بيدوروا على زي ما يقولك لك لغات ساميه لغات مش عارف ايه فبيدوروا فبيلاقوا الاصول كان فعلا كان لغه واحده وابتدت تتفرق في الوقت ده بعدين زاد التفريق فيما بعد فقصه تكوين 11 مثبته بالكتابات ومثبته بالحفريات قصه اكتشافات اثريه تانية كتير زي قصه الطوفان برضو الحفريات البابليه الحقيقه بابل دي كانت يعني هي طبعا يعني ليها حضاره عظيمه جدا بس كويس قوي انه غير ان احنا ندور على الحاجات اللي في مصر الحاجات اللي قبل مصر من وقت ابراهيم في القرن 18 او 19 قبل الميلاد موجوده في اورك الكلدانيين فما فوق اللفه اللي مشيها ابراهيم لغايه ما دخل ارض مصر. اورك الدنين عبوديه العبرانيين في مصر موجوده في اكتشفت في منحوته يعود تاريخها الى عهد تحتمس الثالث دي مصريه دي موجوده عندنا في في الاثار بتاعتنا. خروج العبرانيين من مصر موجوده في تل العمارنه سنه 1888 مم. موسى والناموس والكتابات بتاعته موجوده واحد عالم لقاها اسمه دي مورجان 1884 حفريات اريحه قلنا عليها وبعدين قصص الكتاب المقدس ككل وفي راس الشمره اكتشفوا كتابات من سنه 2000 قبل الميلاد على الواح تؤيد قصص الكتاب المقدس عن الفريزيين والحوريين والحسيين وفي لوحات مصريه تثبت وجود الحسيين اللي موجودين في الكتاب المقدس وفي ناس كتير يقول لك ما فيش ناس كان اسمهم الحسيين لا طلع ده موجود والحقيقه يعني انا عندي 12 اثر حفريه موجوده في هذا الكتاب جوش دول الحقيقه يعني ماشي على الحاجه بسرعه لكن انا الحقيقه خدت منهم الموجودين بتوعه دول تحققت منهم على الاقل بتاعه وقفه الشمس في كبد السماء والأسوار اريحه لان دول اللي صعبين جدا يعني تحس إنه فين كانوا اكتر حاجه يعني اكتر آه حاجه الحاجات اللي, اللي, اللي انت حجوم. تحس ان انت آه. تصدقها وخلاص ده كلام ربنا لكن لا لما تلاقي اثبات واثبات علمي دامغ بتبقى الحكايه خلاص عموما انا دول 12 مثلا لكن الفكره في ناس متخصصين في كده ولقوا اثار الحمد لله نشكر ربنا ان ولا عالم لقى حاجه تختلف كحفريه او كمخطوطه طبعا فيما بعد نتكلم على المخطوطات تختلف عما ورد في الكتاب المقدس عهد قديم ونبقى نيجي بعدين العهد الجديد عامه انا بشكرك جدا واحنا مكملين مع بعض حوارنا لسه مستمر شكرا يا دكتور داود شكرا ليك شكرا, لك. سيديو سيديو. شكرا. ركزت في دراسة النهاردة على العهد القديم وشفت انه فعلا انه علم الاثار هو خير شاهد وخير دليل على صحة ما جاء في العهد القديم موضوع بحث المرة الجاية هشوف هل علم الاثار بيأيد صحة العهد الجديد هو كمان ولا لا هل علم الاثار في صف العهد الجديد ام ضده